صباح الخير عصيدي بطريقتي، طحين بر، مكسرات، هيل، زعفران، ملح، هذولي راح اطحنهم جميع ان شاء الله. هذا دخن، زبدة، عسل، اخ شي احطه ان شاء الله، مع ورد شوي، حليب، ماء حار، مع تمر، بعدين طحنته بدون النواة. هذه المكونات، وبعد شوي ان شاء الله الطريق. اول اضافة ان شاء الله على نار هادية، طحين. الخطوة هذه ان شاء الله راح اطحن هذولي على ما الطحين ان شاء الله يشقر ويزين، بعدين راح نضيف التمر عليه ان شاء الله، التمر معنا، بعدين نضيف الزبدة، نقلبه بس عشان ما يحترق، كل دقيقتين دقيقة تقريبا نقلب حتى ما نشوف انه يشقر عشان نكون مستوي. بطحون ان شاء الله طحن. بالنسبة لي هذا قوام الطحن اللي انا ابي يصير فيه بعض الخشونة شوي عشان هو انت تاكل يطلع شيء يقرمش. الحين الطحين شبه جاهز عندي تقريبا 20 دقيقة، طبعا راح يطبخ ان شاء الله مع التمر والزبدة. ليش ما حطيت الطحين معه؟ اللي هو قصدي الدخن، لان الدخن هذا شبه محموس، فبحطه تقريبا بعد المكسرات، بعد ما نزل المكسرات، وان شاء الله راح اضيفه. الحليب اضيفه بعد مع التمر ان شاء الله. الحين الطحين جاهز، راح اضيف ان شاء الله التمر مع الماء هذا، بسم الله، وراح اضيف ان شاء الله الحليب، وبرضو الزبدة، هذا الحليب وان شاء الله راح نضيف الزبدة. عاد الحين وقت انك تقلب بسرعة، بسم الله، هذه الزبدة الحين قلبه تقريبا ربع ساعة، 20 دقيقة، 10 دقايق، مشي تكون على النار هادية حسب الاستواء اللي تبغون انتم. طيب لو صارت عندي ثقيلة شي زين، يعني صارت تحسون انها ناشفة، اضافة حليب او اضافة زبدة او اضافة ماء وتمر زيادة. الحين انا اشوف انه قوام ممتاز، شوفوا لين. الان ان شاء الله نضيف المكسرات، الخطوة الاخيرة ان شاء الله إضافة عسل، طبعا بحط تقريبا ملعقتين من هذه، والدخن هذا ملعقة كبيرة وملعقتين كبيرة. الآن الحمد لله جاهزة، بعد باقي إن شاء الله التقديم. الحين جاء وقت التزيين، بنزل الكمية هذه على هالصحنين ذولي، بعدين بزينهم. الحين ملعقة إن شاء الله مع زبدة أو ماء، بعدين أواسي على عشان شي شكله جميل إن شاء الله. حطيت هالحفرة ذي بالنص عشان راح احط بس زبدة وعسل، بعدين صف المكسرات. بامكان تزيينه بالهيل او بالزعفران.